الاغنيه الجايه اسمها طاقه امل، شويه طاقة بقى أمل. شويه ايجابيه بقى. طب اوبا احنا بنسمع حاجه ايجابيه يا استاذ، ده انا اديتنا رشيت علينا ايجابيه ما شاء الله. نرش تاني ايجابيه، يلا بينا. العزف بقى، ده العزف؟ لا العزف بقى نشغل بعدين. طب يلا شويه ايجابيه بقى عشان خلاص. يلا فزم مكانك بدل ما تجز على سنانك، زبط ألحانك ربك كلامك، اجري ورا أحلامك، مش هتستفيد لو عدت على أحزانك، بالعكس لما تصادف المشاكل قول بأس، خلي عندك ثقة في النفس. أنا شخصيا قلت كفاية كده بس، لازم أفضفض أنفض الهم خليني مفرهر، لازم أرضى بالمكتوب، حياتي كانت ماشية بالمقلوب لحد ما ضميري قال لي فوق يا ديب قبل ما قطري يفوت. سوق على مهلك سوق، خلي الدنيا تروق زي الشادية، استرجل اشرب ريال كفاية لعب عيال زي كولوبامية، لقيت العمية عملت ليزك بقت تشوف تاني، كنت بحارب الثواني رب العرش نجاني، عندي أماني وأغاني زي برنامج التسعينات، عايز أساعد اللي بيعاني من الاكتئاب عشان كنت هناك ماسك قلم وكتاب بكتب راب مش الإعجاب، أصل المزيكا بالنسبة لي هي الدواء للشفاء، الألم بيديك ألم بيفوقك من حالة الندم، بيفهمك الأيام اللي قضيتها مبلم ولا حتى بتسلم مكشر وقافل بقك، عملت الأغنية دي عشان أديك طاقة أمل تزقك، الألم بيديك ألم بيفوقك من حالة الندم، بيفهمك الأيام اللي قضيتها مبلم ولا حتى بتسلم مكشر وقافل بقك، عملت الأغنية دي عشان أديك طاقة أمل. ياو لما تكون قاعد في قاعدة واحد يسألك انت مالك، اعرف انت دخلت في اول مراحل اكتئابك، لو انت كاتب مش هتلاقي حاجة تكتب عليها، انا عارف وانت عارف الطاقة السلبية بنت اللذينة شغلة خلايا مخك وما يليها، اي حاجة تكتبها على صفحة بيضة مش هتحس بيها، طز فيها تقول لنفسك بعد ما تصيب صاحبتك، اوعى تتعقد من كل البنات اللي حبتك، اذا كان اصلا انت مش حاسس بنفسك تلسن مع اهلك، تحاول تخبي عليهم همك، دمك ضغطه عالي قلبك خالي فاضي، واللي قبلك يقول عليك انك في وادي تاني، ادي كلامي بقوله عشان اداوي اللي بيعاني، افوقه من النوم اقول له انت مش ناوي، اغاني واحاسيس هتحس بيها عشان اللي بيكتب ده مجاش بالرخيص، بيس الالم بيديك الم بيفوقك من حاله الندم، بيفهمك الايام اللي قضيتها مبلم ولا حتى بتسلم مكشر وقافل بقك، عملت الاغنيه دي عشان اديك طاقه امل تزقك، الألم بيديك ألم بيفوقك من حالة الندم، بيفهمك الأيام اللي قضيتها مبلم ولا حتى بتسلم مكشر وقافل بقك، عملت الأغنية دي عشان أديك كلكم طاقة أمل تزقكم. طاقة أمل إيه ده، أنت حضرتك فرحتني وأنا قاعدة حضرتك كده 20 جرام كمان 40 جرام في الحلقة كتير، إيه الجمال ده. طب أنا عايزة فاضل دقيقتين عايزة أسمع من النبي حاجة من اللي أنت ملحنهم. طيب نشغل حاجة لو سمحت. أنا برضو بنتج برضو.